الاتفاقية التي تشكل في نظرنا خطوة هامة نحو تعزيز التنسيق وتحسين أدائنا الجماعي خدمة لهدفنا الواحد والموحد، ألا وهو نمو وازدهار اقتصادنا الوطني. نشهد اليوم إبرام اتفاقية إطار بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمعهد الدبلوماسي للعلاقات الخارجية لتطوير معارف المتعاملين الاقتصاديين في ميادين السياسة الخارجية وتأهيلهم حسب المعايير التي تبنى عليها الدبلوماسية الاقتصادية.